اهلا بكم من جديد. كاشي دوت مي هو اول موقع الكتروني في العالم العربي متخصص في التمويل الشخصي، ويعنى الموقع بالتوجيه الاداري المالي. وكما عودناكم مشاهدينا لنا فقره اسبوعيه لكاشي، موضوعنا هذا الاسبوع الديون مع مؤسسه الموقع ورئيسه التنفيذي السيده نعمه ابو وردي. صباح الخير واهلا بك معنا سيده نعمه. هذه الفقره برعايه إذا سيدة نعمة، كيف يمكن تخلص من الديون، هذا الهم الكبير؟ بالفعل هو هم لمعظم الناس على فكرة، بس قبل ما نحكي عن كيف يمكن التخلص منها نهائيا، وهذا هدف حياتي لكثير من الناس أعتقد، خليني بس أحكي عن كلمة الدين. لما بقول لك دين، شو شعورك؟ هل هو سلبي إيجابي؟ كيف بتحسي لما واحد بيقول إنه أنا علي دين؟ طبعا سلبي، يعني همه بيكون ناطر واحد يخلص منه، سلبي جدا. بس تعرفي انه كلمه الدين، يعني انا بحب دائما انه ازرع فكره في اذهان الناس من خلال الفقره هاي. الدين ممكن يكون ايجابي، يعني نصير نفكر انه في ديون سلبيه وفي ديون ايجابيه. مثلا انت تليفونك تدفعي فاتورته اخر الشهر ولا هل هو مسبق الدفع؟ مسبق الدفع. شطوره، طيب ممتاز. لانه عاده واحد بيدفع اخر شهر. فاتوره المي والكهرباء اخر الشهر؟ اخر الشهر. اخر شهر. يعني انت مديونه، انت عليكي دين. كل مره بتشغلي الكهرباء الضوء او مي، انت عم بتراكمي ديون على نفسك، صح؟ بس هذا الدين ايجابي. ليش؟ لانه هذا عم بيخليكي تعيشي حياتك اليوميه بطريقه مريحه لك، صح ولا لا؟ صحيح. كذلك مثلا الدين اللي بيسمح لك تشتري سياره او بيتك، هذا قد يكون ايجابي او سلبي. يعني بالفعل، يعني ما ناخذ الطريقه اللي احنا هلا قد يكون سلبي، بس قصدك بالمبالغه فيه يمكن بطريقه تعاملنا مع قصه الدين. يعني بدي اوصل فكره انه اولا الدين قد يكون ايجابي قد يكون سلبي حسب الشخص كيف يتعامل معها. هي اولا. ثانيا قصه الدين هي الطريقه اللي احنا عايشين فيها في مجتمعنا واقتصادنا كما هو حاليا، صار جزء لا يتجزأ من حياتنا، شئنا ام ابينا علينا ان يعني ان ناخذ قروض من بنوك او من اصحابنا. صحيح. او العائله عشان نقدر نعيش. طيب القصه هي كيف نتعامل مع هي الديون. اذا الواحد عليه ديون وبيسدها اول باول، ما تتراكم الغرامات عليه، ممتاز جدا. اما اذا مثلا نسي يدفع دين، هي مشكله كبيره. والديون اللي هي ناتجه عن بطاقات الائتمان، انا برايي الشخصي هي اكبر معضله نواجهها هنا في خاصه منطقه الخليج، لانه للاسف الشديد معظم الناس ما بيفكروا ببطاقه الائتمان كاداه دين. هذا الدين عليك، هي مش هبه. الفلوس اللي بتستخدميها هذه عم بتمكنك انك ما تحملي مصاري بجيبتك، انك تشتري اللي بدك اياه، بس ما بيصير تروحي تحرق البطاقه عليك. دينه مع فوائد عاليه. بالفعل، ويعني عم نحكي عن نسبه قد تصل الى 40%. 40% تخيلي، على الفلوس اللي انت اقرضتيها اخذتيها من البنك ونسيتي تدفعي مثلا المستحقات الشهريه الى اخره. طيب كيف ممكن اذا انه نعيش حياه او ان نطمح نعيش حياه خاليه من الديون؟ اول شيء بدنا نكتب. انا بحب دائما الواحد يكتب ليستا، لانه عاده للاسف مره اخرى الناس منهمكين في حياتهم اليوميه، عندهم اولاد عندهم شغل، بينسوا في تواريخ محدده المفروض ما ينسوها. امتى عليك تدفع بطاقه الائتمان؟ امتى عليك تدفع قرض البنك للسياره؟ اكتب كل شيء، اكتب قديش عليك. اذا قدرت انك مثلا تاخذ قرض بحيث انه الدفعه بتصير مره واحده بدل مثلا خمس دفعات مختلفه، يعني رتب حالك، هاي كثير مهمه. هذا الترتيب مهم. كيف غير؟ انا بعرف مهم نفسيا، بيجتمع المبلغ كله، بحس حاله الواحد عنده دين واحد بدل ما يكونوا متشتتين. مش بس هيك، انه يتذكر، لانه عاده يعني الناس مثلا بيروحوا على الشغل بيقولوا اليوم ثلاث الشهر نسيت ادفع بطاقه الائتمان، صح ولا لا؟ كم مره انت عملتيها؟ صح، بتصير كثير. بس كمان في مشكله اوقات لما يتخطى الشخص بدينه الحد اللي مسمح له، مش بس يعني يا ريت دائما نسيان بس. بالفعل، وطبعا تتراكم عليك غرامات تلقائيا. صح. والغرامه مش فقط يعني انه علي غرامه، اذا ما سديتي الدفعه اللي جايه الغرامه هي عليها فائده ايضا، بالتالي الغرامه بتصير اكبر. حرام، يعني عم تحرقي فلوس. طيب صحيح. بالتالي شو ممكن نعمله؟ لو نشوف في اظني عندكم جرافيكس على الشاشه رح يطلعوا. السطر الاول شو بيقول؟ هل ممكن نشوف على الشاشه؟ تفضلي. انه تخلص من ديونك الى الابد.
اعرف المستحقات المادية اللي عليك. هذا سؤال بسيط جدا، لكن تعرفي يا ميسون انه معظم الناس لو سألتيهم قديش ديونك، شو عليك، شو إلك، ما بيقدروا يجاوبوا هالسؤال البسيط. لو سألتيهم مثلا قديش ميزانيتك البنك، بتعرفي انتي قديش ميزانيتك في البنك؟ يمكن زيرو. لا بس هي قصة انه لازم يعني نعرف هالشغلات الرقم متمكنين منها. هاي اولا اعرف اللي عليك واعرف مستحقاتك والتواريخ الدفع. طيب حدد ميزانيتك، هاي هي النقطة الثانية. باختصار شديد احنا موقعنا اسمه كاشي، فبنحب نقول مد كاشك على قد فراشك. طيب بس يعني شغلة كتير بسيطة، انت داخل عليك 100، ما تصرفي اكثر من 100. يعني ايام اهلك واهلي لما راحوا على المدارس او الجامعة او اشتغلوا اكيد كانوا بوفروا حق كل شيء، صح؟ صحيح. للأسف الشديد احنا هاي العقلية والطريقة التفكير راحت انتهت. ليش؟ انا يعني بتحسر كثير لانه هاي بتخرب حياة كثير ناس، مش بس بتخرب حياتك انت كفرد، اذا عندك عائلة واولاد برضو بتخرب حياتهم. طبعا تأثر سلبا على الجميع. بالفعل حدد ميزانيتك، التزم بميزانيتك، هاي رسالة كثير كثير مهمة. والنقطة الثالثة والبسيطة ايضا هي انه الواحد يطلب من شخص خبير النصيحة. بدل ما نغرق في الديون علينا انه نتطلع الى من يساعدنا، من يمكننا من التخلص من هذه الديون. وقد تكون هي فقط مساله انه نقعد نحكي مع بعض ونكتب انت عم تصرف هالقد، طيب اذا بطلتي تشربي كابتشينو برا في ستاربكس كل اسبوع يمكن عم توفري شيء 100 درهم. اي تيبس من خبير اوقات بهذا الموضوع بتفيد؟ يمكن تفاصيل نحن نفكرها شيء كثير صغير، يعني كابتشينو شو راح يعمل، بس اذا حسبتيه على كل يوم كله بياثر. بالفعل ما هي لازم بالفعل. بالتالي يعني كثير ناس بيجوا عنا بيقولوا لي مثلا عندي فلوس شو اعمل فيها، عندي 100 دينار. هلا رح نحكي عن شخص قال عندي 100 دينار. هذا هو السؤال بالنسبة لي الغلط. المفروض واحد يبدأ بالأول إنه شو إلي وشو علي، شو هدفي الحياتي، كيف رح أوصله. وشغلات بالفعل زي ما أنت قلتي بسيطة جدا بتأدي إلى شغلات كبيرة بعد شي 20 سنة، عرفتي كيف؟ بس شوي شوي بدك تتابع الموضوع. بسيرة الميت درهم أو الميت دينار، في شخص بالفعل كتب لنا من ليبيا على اثر البرنامج اللي فات، اسمه مروان اظني، ممكن حتى مروان رح نشوف رساله من مروان وردت على موقع كاشي. نعم تفضلي. عم بيقول انه انا لدي 100 دينار، ماذا يمكنني بما يمكنني ان استثمر به؟ محتار شو يعمل فيها. سؤال مشكله حلوه. بس شايفه كيف؟ بس انا بالنسبه لي هذا ما بيصير الواحد يبتر كل شيء ويقول عندي 100 دينار. سؤالي الاول هو موجود على الموقع الجواب، انه لازم نعرف شو حياتك بالاول يا مروان. ما في الواحد يقول اوكي، يعني انا بالنسبه لي انا الفلوس جزء من حياتنا، جزء مهم جدا، يا اما بيسمح لنا نتخذ خيارات في حياتنا او بيسلب منا اتخاذ خيارات لانه مديونين ما في عندنا كاش. طيب بالتالي ال100 دينار، في ناس كثير بيقولوا اعطيني ال100، انا بقول لك شو تحطه بالذهب، حطه بالاسهم وما الى ذلك. لا انا رايي لا ابدا، انا رايي دائما انه مين انت، شو قصتك الحياتيه، شو إلك وشو عليك، شو عليك واجبات وشو بدك مثلا. بالزبط. يمكن بدي اشتري بيت، يمكن علي ديون، فعلى اساسها بتحددي لي الاولويات تبع ال100 دينار. بالضبط. وبعدين بنشوف طب انت هلا عندك 100، يمكن احسن وانسى بتسد بطاقه الائتمان لانه هاي 40% نسبه الفائده، حرام هيك عم توفري مصاري معتبره اصلا. بالفعل. ومش بس هيك، عم بتطمحي لانه يكون عندك قاعده سليمه مستقبلا، قاعده ماليه سليمه مستقبلا، تبني حياه سليمه. شايفه كيف؟ كمان شيء 40 60 سنه حسب قديش عمر مروان. فهي هي القصه، ما بيصير الواحد يقول شو اعمل بهالمصاري، لازم الواحد يصير يسال نفسه شو الي شو علي، شو انا، شو مشواري الحياتي، كيف رح اوصل لهدفي. فهذا بالنسبه على اساسه. في كمان شيء اسئله وردتكم تحبي تذكريها؟ بحب اني اذكر تعليق وردنا من نوره. نوره بتعلق على مقال عن بطاقات الائتمان المسبقه الدفع. وانا يعني دائما بقول انه بالفعل هذا ممتاز جدا، زي ما انت تدفعي فاتوره التليفون قبل ما تستخدميه عارفه بالضبط شو عليكي وشو إليك، صح؟ هاي بطاقات ممتازه، بدل ما الواحد يحط قطعه البلاستيك هاي بجيبته ويروح يصرف كل شيء. اذا انت حطيتي فيها 100 فيكي تصرفي 100، حطيتي 1000 فيكي تصرفي 1000، ممتاز. ففي من 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 منطلق كيف ممكن ان نتعامل مع ديوننا، في عندنا مقال بيقول عن بيحكي عن البطاقات الائتمانيه مسبقه الدفع، بس بيقول كمان انه في قروض البنوك بتقول تعال عندي خذ مني البطاقه الائتمانيه وخذ اجازه مثلا 6 اشهر عن دفع نسبه الفائده. شو عم بيعملوا البنوك؟ انت برايك شو عم بيعملوا؟
هني اكيد مستفيدين وانا الخسرانة، هذا متأكدة منه. هاي اول نقطة بالفعل. عم بيقولوا انت مثلا ميسون حرقتي البطاقة، عليكي مثلا الحد 10,000. نعم. طيب تعي لعندي انا بنك تاني، بعطيكي بطاقة، ببطل ادفعك نسبة الفائدة اللي على 10,000 لست اشهر. يعني انت هلا مرتاحه على اساس بتقولي اه ممتاز جدا، خليني اسد كل اللي علي. صح، ما افكر بنقاطها السلبيه. بس المشكله شو؟ لانه احنا بشر وعندنا عادات سلبيه وسيئه. صح. متعودين عليها. بياخذ البطاقه الشخص بيقول اه في اجازه من الدفع، خليني اشتري هالشغله. طيب فبدل ما تسدي المهم بالفعل، بدل ما تسدي ديونك عم تتراكم عليك ديون اكثر. فنورا عم تسال شو يعني القرض الموحد اللي هو انت اشرتي اليه، انه بتاخذي قرض واحد تدي كل شيء مع بعض بالضبط. هاي القصة. وهالبطاقات هلا في عروض كثيرة من البنوك، هو من باب ممكن هتكون مفتاح تساعدك في حياتك المالية وبالتالي في حياتك عموما، او تكون تؤدي بك الى الهاوية، لانه انت بدل ما تطلعي من الدين عم تغرقي بدين انت وخيارك يعني. ومع استشاراتكم طبعا رح نستفيد منها كثير. بس بنهاية الامر بس بحب اشير لشغلة، بنهاية الامر احنا موقع فقط موجودين عشان نشارك بعض في المعلومات وعشان ننبه الناس للتفكير بطريقة معينة. صحيح. اذا ما بيشاركونا يا ريت تروحوا على الصفحة الرئيسية قصة الدين، هو فكرة الأسبوع. ما فينا نتعلم من بعض. صحيح. وإن شاء الله كمان لأي من المشاهدين إذا عنده أي أسئلة أو أي استفسارات بيرسلوا على الموقع، وطبعا بفقرتنا الأسبوعية بنناقشها مع حضرتك. شكرا جزيلا على وجودك معنا سيدة نعمة أبو وردي. أهلا وسهلا فيك الخميس المقبل بالتوقيت نفسه إن شاء الله. بإذن الله.